بينما يستعد الملايين من التلاميذ في الجزائر للعودة لحجرات الدراسة في أحسن الظروف وأبهى حلة. يبدو أن أبناء عائلة معلم عمار هنا بتمنار في الشارع غربي يسكيكدا لن يتمكنوا من الإحساس بذلك الشعور، ولن يعيشوا أجواء فرحة العودة لمقاعد الدراسة. في الدخل القراية والله ما نعيدوا، والله في الدخل ما يتكسوا لا شيء. رمضان نعقبوا كما كان دراري ما عندهمش فان يقرا ولا طابلة لا والو، لا سكنة. مدونا البناء الريفي ما قدرش يبنيها، خاطر مريض عطاها الواحد. داخل غرفة واحدة متهالكة يعيش معلم عمار رفقة زوجته وأبنائه الخمسة، ويتقاسمون الهم والغم والفقر المدقع والأمراض الفتاكة التي أقعدت الوالد وتكاد تعمي بصر الوالدة، مما جعل العائلة تعيش على صدقات المحسنين. كنت نخدم فرصة روحي في الخدمة عندي لنديسكال سيرفيكال، وذاك مانيش خدام، عندي عام ما خدمتش، عندي خمس دراري. الفراش ما عندناش، عندي غير لغطة هاك تشوفه كل علي ربي يكون زيد عليك حرف، لا هذاك يفرشوه ويغطيه، نابوا بهم المؤمنين عايشين، والله كون ما ينوبوش علينا المؤمنين ما ناكلوا. صدقني بالله، قسم بالله، عنا مدة بعد درك تاع 6 شهور كون ما يجيبوناش الناس ما ناكلوا. لله وحده يرفع عمار يديه متضرعا سائلا إياه الرحمة، وللمحسنين جميعا بسكيكدا والجزائر يسألهم أن ينظروا بعين الرحمة والمودة لأبنائه الخمسة، ألا يحرم المتمدرسين منهم فرحة العودة لمقاعد الدراسة، وأن يعجلوا بانتشاله من جحيم الفقر والمرض.